Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Tlaqaw vidéo jdid kif ma waedtkom f le dernier vlog. Ghadi nhedr lkom ala acha sur internet w khosusan lyoma ghadi nhedrou ala AliExpress, Shein ou Look Fantastic. قبل ما نبدا نهضر لكم على كل سيت لان انتم غادي تشوفوا الا ما كنتوش عارفين راه كل سيت ولا كيلغي بالغاه فهادشي هذا فهاد الموضوع هذا ديال الضريبه وهاد المشاكل هذا ديال اشا سوغ انترنيت اون جينيرال كل سيت ولا كيلغي بالغاه. مي حاجه اللي سوغ انا شفتها هي نعاود نقولها، راه كنت قلتها في الفلوغ، الضريبه راه ماشي هي المشكل. شي لو تخرج واحد الضريبه اللي تكون معقوله على شي حاجه دو فالور، لي شي حاجه اللي مثلا غاليه اللي نخلص عليها واحد شويه ديال الضريبه، كنقول انايا اتس اوكي دوز. واخا نورمالمون حنايا الناس العاديين اللي كنشريو داكشي لينا حنا راه كنخلصوا على الرم ديال الضرائب. اي واحد كيشري راسو شحال غادي يكون كيخسر ديال لاشا في الانترنيت في الشهر كاع، سيتي خصني نزيد با واحد الضريبه اللي غادي تخلص. فوقاش نهضروا على الضريبه، هي الا كنت انايا داكشي كندخل منه الارباح، سيتي كنشري باش كنعاود نبيع واش راه هذا سيتي كوميرس. دونك هنا تقدر الدولة تهضر معايا وتقول لي اري ليا بورسونتاج من داكشي اللي انتيا كتدخليه. مي سكي في المشكل ماشي هنايا، ولكن المشكل وهو انه داكشي ما مقننش 100%. انا بعدا داكشي لامبريسيون هذا الراي ديالي الشخصي هو ان هاد القانون جي ديال الضريبه تحط مزروب، تحط في جونغ تقولوا تحط في 3 ايام باقي ما تريكليش داكشي كامل وتحط صافي غير قضيب غير لوحوا لينا هادشي. الو هادشي شنو دار؟ خلى الروينه. واي قانون ما يمكملش ولا اي حاجه ما مقنناش مزيان كتخلي النصابه يركبوا على الموجه ونصبوا على الناس باسم هذيك الحاجه اللي هي ما مديرش ليها القانون مزيان، لان كيلقاو ثغرات في القانون. انا دابا اليوم غادي نعطيكم غير 4 اكزامبل ديال لي سيت اللي انا بيرسونيلمون كنشري من عندهم سوفون، وغادي تشوفوا الفروقات. هادو غير 4 ديال لي سيت، تشوفوا الفرق ما بين واحد واحد. غادي نبدا بشيئين لانه الهضره عليها قصيره ما غاديش نطول فيها بزاف. يمكن شيئين على ود المغرب خرج بهاد القرارات الجديده اللي عندهم علاقه بالضريبه، لانها كدير مشاكل هاد الشهور الاخرى، منهم انها كتبدل المونطون ديال لي كولي اولا كتفرق لي كولي على بلوزور كولي باش ما يتشدوش في الديوانه. هما مثلا كتكون لافالور ديالهم اكثر من 1200 درهم وكتفرقهم ولا كتنقص من الثمن ديالهم، استاذ كتدير ثمن قل من هكاك باش يدوزوا بلا مشكل في الديوانه. وفيك الناس هنايا بداو كيستغلوا القضيه، ماشي الناس العاديين اللي كيشريو داكشي ليهم همايا، لا الناس اللي كيشريو باش يعاودوا البيع ولا كياخذوا دي كونتيتي كبارين، والسلعه كتكون باينه ان الثمن ديالها طالع بزاف على داك 1200 درهم وكانت كدوز باثمنه اللي قليله. بحال دابا مثلا تيكون ستوك ديال الحوايج بوكس كبيره كتلقى مكتوبه عليها 1200 درهم الوغ كي هي باينه بان لا فالور ديالها كثر من هكاك. دونك هنايا فين بدا المشكل، وهذا الشيء اللي كنظن انا خلى المغرب شيئين سورتو المشاكل اللي جاوا من شيئين هما اللي خلاو المغرب يفرض ضريبه جديده على لي زارتيكل اللي كيشريوهم الناس من انترنت. شنو ترى من بعد وانا ولات كتحبس لي كولي اللي جايين من شيئين باش تشوف شنو هو هذا المشكل هذا، لانه ولا مشكل كبير جوستمون، ولات كتحبسهم الناس راه من شهر 4 من شهر 5 وما عمرهم ما وصلتهم لا كوموند ديالهم. دوكو ولاو الناس هنا كيصيفطوا لشيئين كيتشكاو بان لي كولي ما وصلوهمش تشدو لهم في الديوانه. المهم شيئين وصلتها بزاف 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 ديال الشكايات من المغاربه اللي كيتقداو من عندهم. دوكو شنو داروا؟ اوتوماتيكمون نادو طلعوا في لي بري ديال لي زارتيكل وطلعوا في لي فري دو ليفريزون، جون ولا داكشي التعجيزي الناس اللي كيتقداو من شيئين راه الاغلبيه فيهم ما بقاوش كيتقداو من تماك، غير دابا الاقليه باقي الناس كيتقداو دابا. ولكن فرانشمون انا بيرسونيلمون جو تروف سا زعما ما عنده حتى شي معنى. الوغ كأنا بغيت نتاكد من واحد القضيه اللي هي واش اون بلوس كو الاثمنه اللي زايده ديال لي زارتيكل غادي نوليو نخلصوا الضريبه من هنا فصاعدا في شيئين. دوكو بغيت نجرب ناخذ شي حاجه من شيئين، مي بوغ موا سيتي اور دو كيسيون ناخذ كوموند كبيره ديال 1200 درهم وجي اون بلوس كو سا، واخا هي انا وصلت ل 1200 درهم نجي لهنا نخلص عليها نخلص عليها الضريبه وشوف واش توصلني ولا ما توصلنيش. دونك سيتي اور دو كيسيون. شنو درت؟ شفت دوك البنات اللي باقين جوستومون كيبيعوا ويشريو في شيئين وتا هما راه زادوا
نزيدوا الاثمنه لان مدام السيت براسو زايد الاثمنه حتى هما زايدين الاثمنه. كاع كاينين شي وحدين اللي عندهم دي زارتيكل قدامين تيقول لك انا غادي نحسب لك غير بالبري ديال السيت الوغ كي هي شاريه داك لارتيكل باين كان باقي داير 50% على الثمن ديالو دابا وكتقول لك انايا غادي نشري لك السيت باش تشري من عندها وتحيدي عليها داك ستوك اللي عندها. دونك هادشي ماشي مشكل ولكن هادي هي لا سيتوياسيون دابا واحد لا سيتوياسيون شويه مخربقه. دوك شنو قلت غادي ندير؟ غادي ناخذ ان ارتيكل اللي انايا باغاه ولو بري ديالو يكون كوريكت، ما غنشريش شي حاجه اللي كتبان ليا غاليه بزاف على شنو هي، ونشوف شي واحد من لي غوفوندور يجيبها ليا ونشوف شنو غادي يقول ليا، واش يقول ليا زيدي الثمن راه خلصت حق الضريبه راه خلصت هادي معايا. هذا هو الارتيكل اللي خديت، خديت ان توب نوري لكم كيفاش ان توب بلون سامبل وماشي سامبل. لي فيه سبيسيال هو هاد لا بارتي هادي اللي كتجي بحال هكا، كنت باغا ان توب بحال هكا كيتعقد من اللون، ولو غيست راه عادي كتلبس عادي بحال شي توب بحال شي بودي عادي. هاد البلاصه هادي اللي فيها سبيسيال والدار ديالو كيكون النص ديالو عريان. خديتو في اون تاي 36 حيتاش انا نورمالمون كنلبس الام، الام هو اللي كنكون مرتاحه فيه، ولكن ملي شفت الناس شنو كيقولوا عليه كاتبين بلي دو بريفيرونس تاخذوا تايه صغر من لا تاي ديالكم باسكو كيتجبد، ولا خديتو تايه كبيره غادي يولي مجبد ما غاديش يجي زوين في لو كور. اي ايفيكتيفمون انا ملي لبستو 36 جاتني هي هادي، اون توكا زوين الكاليتي ديال التوب ديالو زوينه. المهم بعداك ما ماشي شي حاجه اللي وصلات وبقيتها خايبه باسكو جي ان دو طون زون طون كترى هاد القضيه هادي، مي شتي كونتونت من الارتيكل اللي خديت. الوغ دو توت لي فاسون راه الا لقيتو مازال في السيت راه غادي نخلي لكم لو ليان ديالو في لا بار دانفو بحال اي حاجه وريتها لكم في هاد لا فيديو. الوغ منين كونتاكتيت سيدا قلت ليها راه بغيت هاد الارتيكل هذا، الا كنتي غادي تجيبي قريب خديه ليا معاك، هاد سيدا كاينه شوف كاين ايترا. المهم قلت ليها راه بغيت هاد لارتيكل فلان في عيني، قالت لي صافي اوكي. الثمن اللي حسبت لي الثمن ديال لارتيكل بيان سور اللي كاين في لو سيت زادت عليا 20 درهم ديال لا ليفريزون، قلت انا ماشي مشكل اتس اوكي انا ما بغيت نهضر معاها على ضريبه لا دي وانا لا حتى شي حاجه، انا ماشي شغلي شغلها هذا. خلصت ليها النص ديال المونطو على اساس ان النص الثاني نعطيه ليها من تجيب ليا لارتيكل. هاد لارتيكل هذا تقريبا وصل على شهر لان انا ندوز لا كوموند تقريبا في لو 27 ولا لو 37 يلا وصلني افونتيا دونك ا موا بيل. الوغ لي طرا هو ان هاد السيده هادي منين وصل لارتيكل ديالها عيطات ليا قالت لي الو راه وصل لارتيكل ديالك هادي. قلت لها صافي ها شحال باقي وشحال باقي، قالت لي اه ولكن راه الضريبه. قلت لها ولكن قالت لي الضريبه لا حتى شي حاجه، قالت لي لا راه خلصت على هاد الكولي هذا الضريبه وداك الشيء. قلت لها واش عندك شي فاكتور ديال الضريبه وهادي؟ قالت لي لا انا ماشي انا اللي خلصت الضريبه، الشركه ديال ليفغزون هي اللي دارت لي الضريبه اللي هي سبيداف وهي اللي غنهضر لكم عليها من بعد اون ديتاي. المهم عقلوا معايا على سبيداف، هي ما قالت لي لا سبيداف الاول ولكن راه حنا عارفين كاملين ان سبيداف هي اللي كتجيب لي زارتيكل ديال شيئين. قلت لها واخا شحال خصني نزيدك على داكشي اللي خصني نزيد؟ قالت لي 20 درهم واحد اخر. قلت لها اوكي توت لي فاسون انايا مشيت على اساس انني ما غادي نتناقش ما غادي نهضر ما حتى شي حاجه، انا كانت واحد التجربه خصني نعرف فيها شنو واقع. غير انا اختاريت هاد لو كوتي انني نشري من عند ان غوفوندور باسكو كي قلت لكم سيتي اور دو كيستيون انني نتقدم من شيئين حاليا، وانا ما كنصحكمش تقدموا من شيئين هاد الساعه هادي لان بزاف ديال الناس بزاف 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 ديال الناس كيوقع لهم مشاكل دابا في الديوانه كيتحبسوا لهم لي زارتيكل ديالهم اللي كيجيبوا له لارتيكل ديالو كيطلبوا له اننا يخلص ثمن خيالي على داك الكولي هذاك باسم الضريبه الوغ كو الروينه نايضه في شيئين. دونك شيئين نو ثاني سيت اللي غادي نهضر عليه لان حتى هو الهضره فيه سهله وداكشي باغ كونطخ فيه واضح باين اللي هو اي هيرب. بالنسبه لي انا اي هيرب دوزت كوموند وحده في شهر ديال 7 اللي هي هذه اللي غادي نخليها لكم هنايا بلا ما نجيب داكشي كامل عندي، هذه هي الكوموند اللي دوزت في شهر 7. انا بالنسبه لي هذا الكوموند هذه دوزتها في ارامكس لان دي اش ال ما بغاوش يهبطوا لي لي فري بتاتخ على حد لي زارتيكل اللي انايا واخده هاد المره. مي لي كوموند اللي قبل من هذه كنت دائما كندوزهم في دي اش ال لان دي اش ال السيرفيس توب صراحه ما عندي ما نقول عليه، ديما كيجيبوا لي كولي في واحد الوقت اللي امباتابل داكشي مده قصيره 4 ايام 5 ايام اون توكا ما كيفوتوش لك سيمانه داكشي كيبان عندهم في لو سيت تري كلير. الناس اللي خدامين في لاجونس حتى هما ظريفين كيتعاملوا مزيان اون توكا هنايا لاجونس اللي كاينه هنا في قنيطره ناس ديالها توب 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 ما عندي ما نقول عليهم.
ان توكا لو سيرفيس ديال دي اش ال انا بيرسونيلمون ما كان عندي معاه غير دي زيكسبيريونس زوينين. هاد المره اضطريت انني ندوز مع ارامكس، ماشي كنهبط من ارامكس، ولكن ارامكس راه كلشي اللي كيتقدم من اي هير كيفضل دي اش ال على ارامكس، لان ارامكس كتعطل بزاف. ديرنييرمون ملي خرجت هاد الضريبه وكاينين بزاف ديال الناس بداو كيحسوا بهم انهم كيقلبوا على شي طريقه كيفاش ينصبوا على الناس. فوايي الحاجه اللي دارت زوينه اي هيرب، الا كانت هاد الضريبه فينا فينا بعداك راه كتخلصها في لو سيت، ماشي كتخلي واحد لا سوسيتي دو ليفغازون اللي هي تبقى تجي تضحك عليك وتقول لك خلص القد والقد وما تعطيكش لا فاكتور وتبقى تنصب عليك بهذا المعنى. دونك او موان في لو سيت راه كتخلص الضريبه. سي فري كو البورسونتاج ديال الضريبه صراحه طالع. ابخي بالنسبه لي انا في نظري انا اي هيرب قص لاشا ديالي فيه، حتى ما بقيتش كنتقدا فيه، داكشي اللي كنت كنتقدا شحال هذه اي حاجه عجبتني كناخدها. نو دابا كناخد الحاجه اللي محتاجه ليها، ولكن خصوصا الحاجه اللي هنا في المغرب ما غنلقاهاش اولا غنلقاها بواحد الثمن طالع بزاف، نشريها من اي هيرب ونخلص الديوانه وتتبقى رخص من لو بري ديالها هنايا في المغرب. فهمتي هو اللوجيك اللي انا غادا بها. دونك انا فاهمه الناس اللي كيقول لك نقاطعوا اي هيرب لا ما نشروش من عندهم، هذا انا يا بيرسونيلمون من الناس اللي كنحترم هذا الراي هذا، ولكن انا ما بغيتش نقاطع اي هيرب، مي بلوتو نقص من لاشا ديالي فيه غير الحاجات اللي انا محتاجاهم بزاف بزاف، هادشي اللي كاين. مي سينو حاجه اخرى اللي نقدروا نديروها اوليو دو نقولوا الناس لا ما تكومونديوش لهذا، لان بزاف الناس مضطرين انهم يكومونديو شي حاجات ما عندنا ما نديرو ليهم، ماشي غنهزو عليهم الزرواطه نقول لهم لا حنا ما نكومونديوش انتم ما تكومونديوش. شنو مي الحاجه اللي كنشوفها انايا اللوجيك اللي تقدر تدار هو كل واحد فينا يكتب الاي هيرب يقول راه لي فري ديال الديوانه طالعين بزاف، كنخلصوهم في لو سيت طالعين بزاف. سي فري كو غادي تقولوا لي راه الديوانه المغرب اللي محددها ايتو، ولكن حنايا بهذه الطريقه هذه غادي ندير واحد لا بريسيون على اي هيرب باش اي هيرب دو سافار يقدر يدير حتى هو واحد لا بريسيون وينيغوسيي في هذاك المونطون ديال هذيك الضريبه وتنقص بوتيتر. دونك انا كنشوف هاد القضيه تقدر تصدق، مي سينو نتوما الا عندكم دي بروبوزيسيون بروبوزيو علينا. كيف قلت لكم اومو بعداك اي هيرب القضيه كتخلص تما، ما كينصب عليك حد، ما كتجي شي شركه ديال لي فوزون تبقى تنتن عليك في راسك. راه قلت لكم ارامكس الا طونتي دو فيغ سا بدات كتبغي دير شي لعيبات بحال هكا، ولكن ما لقاتش كيفاش دير باش تكمل في هادشي هذا ديالها، ديكو رجعت شدات الطريق. دونك هادي ليكسبيرينس ديالي مع اي هيرب اللي قلتوا لي شنو الحاجه اللي ننصحكم بها. القضيه اللي قلت لكم ديال انكم تكتبوا الاي هيرب حيت انتم ما خاسرين والو، كتبوا الاي هيرب بان راه لي فري اللي كنخلصوا على الضريبه راهم طالعين بزاف. دونك بحال اللي كنقولوا اليوم راه الا بقاو بحال هكا راه ما نبقاوش نتقداو من عندكم. داكوغ. حاجه ثانيه الا محتاجين تقداو في اي هيرب تقداو، انا هاد القضيه انا فاهماها 100% فاهماها، كاين بزاف الحاجات في اي هيرب دابا بداك الثمن اللي كاين تما بداك الضريبه اللي غادي نخلصوها تيبقاو احسن من دي برودوي اللي كاينين هنا في المغرب، وبزاف ديال الناس راه غادي يتفقوا معايا. دوكا لي زارتيكل اللي خديت من اي هيرب حتى هما غادي تلقاوهم في لا بار دانفو الا كنتو انتريسي بهم. ما بغيتش نجيبهم ونهضر عليهم واحد واحد في هاد لا فيديو، غادي تكون الفيديو طويله بزاف و سي با سا لانتيري. لو ترويزيام سيت اللي نهضر عليه هو لوك فانتاستيك، الناس اللي متبعيني عارفيني شحال عزيز عليا هاد لو سيت هذا، اتس ماي فيفورت وزاد عز عليا في هاد لا بيريود هادي، لان سمعوني مزيان شنو غادي نقول لكم. راه بزاف الناس كيتسناوني نعطيهم لو غوتو على لوك فانتاستيك. هي وي جو جايز، لوك فانتاستيك ما كتخلصو حتى شي ضريبه، سمعتوني انا عاود لوك فانتاستيك ملي كتقداو فيها حتى شي حاجه ما تبدلاتش في لو سيت، لي زارتيكل البري ديال لي زارتيكل ما زاد فيهم حتى شي سنتيم، لا بروسيدور ديال لا كوموند كامله كيفاش كتخلصوا حتى شي حاجه ما تبدلات وما زادت حتى شي سنتيم، باقي داكشي كما هو. وزيد عليها سيداتي وساداتي لو كولي ما كيتخلصش عليه الضريبه، ما كيتشدش في الديوانه. وصلتني لا بوكس وصلوني دو كوموند صغيورين، راه كنت قلتها لكم في واحد الفلوغ غادي ندوز دو كوموند صغيورين من لي برودوي اللي عليهم ليفريزون غراتويت. ما كنتوش عارفين علاش كنهضر، سيروا لهاد لا فيديو هادي وشوفوها، باسكو وي سور لوك فانتاستيك راه كاينين دي برودوي تقدروا تلقاو عليهم ليفريزون غراتويت واخا يكونوا رخاصين، يوصلوكم حتى للدار تخلصوا عليهم غير داك لو بري ديالهم.
دونك انا شنو درت، بروفيتيت من هذه القضيه وقلبت على دي برودوي اللي انا محتاجاهم وعليهم ليفريزون غراتويت، وخديت دوز ارتيكل خديتهم سيباري، كل واحد خديته في نهار كانت بيناتهم تقريبا واحد السيمانه، وصلوني حتى للدار كوم دابيتود. لي كولي ديال لو فانتاستيك كيوصلوا مع امانه، مي لا بوكس كتوصل في لا بوست العاديه. لا بوكس وصلتني سون بروبليم في لا بوست، وحتى لي زارتيكل وصلوني في امانه سون زوكان بروبليم. شي واحد مش بدي لي حس الضريبه اللي يديك الله يخليك. هنايا عندي ارتيكل واحد يلا وصلني البارح، وقلت نيت غادي ندير الفيديو اليوم نخليه نيت باش نوري لكم لا بوكس. الاخر راه حليته كان انونتي ساغن، هو هذا راه كنت خديته قلت لكم سيمانه قبل من هذا. والثاني تو سامبلومون سيتي ذا اوردينري، عاود خديت غليكوليك تونر المعروف ديال The Ordinary. The Ordinary لي برودوي ديالهم كاملين كناخدهم غير من لوك فانتاستيك، لان تما عارفه بان ما كاينش الغش، ما كيزيدوش عليك الاسمنه فريمون ديال لا ماركي اللي محطوطه تماك. دونك ديما انايا هاد لي برودوي هادو كنشريهم من تماك. ها هو شفتيو هذا في لوك فانتاستيك داير شي 11 اورو، فيه 240 ام ال. سيرو شوفوا شحال كيتباع، شحال كيبيعوه هنايا في المغرب. دونك فرانشمون انا في نظري الا كتبغوا تشريو هكا دي برودوي من دي مارك اللي ما كاينش لي ستور اوفيسيال ديالهم هنايا في المغرب، دوكو كتلقاو غير دي غوفوندور اللي كيعاودوا يبيعوهم لكم، كيبيعوهم لكم بتأثمنة خياليه. شريو من لوك فانتاستيك. ودابا ريزون دو بلوس، ترى لحد الساعه باقي ما كاين لا ضريبه كتخلص على هادشي لا حتى شي حاجه. دونك فريمون بروفيتيو. وحاجه اخرى، الا كنتو سي لا بروميير فوا لي غادي دوزو لا كوموند ديالكم في لوك فانتاستيك، راه غادي تمشيو لا بار دانفو غادي تلقاو ان ليان دانسكريبسيون، دخلوا منه. الا تسجلتو من هذاك لو ليان من مورا ما دوزو لا بروميير كوموند ديالكم غادي تدخل عندكم 15 اورو فلو بروفيل ديالكم، تقدروا تشريو بها من بعد اللي بغيتو. اولا الا كنتو ديجا دايرين لاسكريبسيون في السيت غير باقي ما دوزتوش لا بروميير كوموند ديالكم، لو مومون اللي تبغيو دوزو لا كوموند كتهبطوا لتحت وكتلقاو بلاصه فين تدخلوا لو كود، غادي تلقاو لو كود اللي غادي يعطيكم 15 اورو في لا بار دافو حتى هويا. الوغ دابا غادي ندوزو لو ديرني سيت اللي بغيت نهضر لكم عليه في هاد لا فيديو اللي هو علي اكسبريس. اي فيو كو ما عمرني ما بارطاجيت معكم هكا دي زارتيكل اللي كناخذهم في علي اكسبريس، قلت هادي سي لوكازيون، وهي باش غادي نختموا هاد لا فيديو غادي نبارطاجي معكم دي زارتيكل اللي سوفون كناخذهم من علي اكسبريس كيصدقوا زوينين، لو بري ديالهم تري تري كوريكت. جو بونس من الاحسن قبل ما نوريكم لي زارتيكل غادي نهضر لكم على لا سيتوياسيون اللي كاينه دابا في علي اكسبريس. علي اكسبريس حتى هو بحال لوك فانتاستيك الاثمنه ديال لي زارتيكل ما تبدلوش نهائيا، لا باساسيون دو كوموند كتوسكيف ما كانش شحال هادي، ما كيقولك خلص لا ضريبه لا هم يحزنون. ولكن كاين واحد المشكل، وهاد المشكل دايراه لا سوسيتي دو ليفريزون اللي هي سبيداف اللي لعقلتو هضرت لكم عليها توتالور فاش كنت كنهضر لكم على شيئين. هاد سبيداف هادي هنا في المغرب معروفه انها كتجيب لي كولي ديال شيئين وديال علي اكسبريس، في علي اكسبريس ما كتجيبش كلشي، لي زارتيكل ديال الالكترونيك دوك الهيدفونز اللي كيكون الثمن ديالهم طالع شي شويه، لي تيليفون لي سمارت ووتش بورتفوي يكون هكا دو كاليتي الماركه اللي غاليه كيصيفطوها مع هاد سبيداف. دوك هاد الاساتذه ديال سبيداف شنو داروا؟ بغاو يركبوا على الموجه ديال هاد الضريبه وبغاو يضربوا مصاريف زائد عن طريق النصب والاحتيال، لان الا كانت الشركه غادي تقول غير ذلك خصها توضح الامور وتبقى تعطي دي بابيي دي جوستيفيكاتيف، داكشي مكتوب مسيني مطبوع على داكشي اللي كتقول وداكشي اللي كتطلب من عند الناس. شحال هادي هاد سبيدا في الخدمه ديالها كانت عاديه، تجيب لك هاد النوع ديال لي زارتيكل اللي قلت لكم دابا، كتعيط لك ارتيكل ديالك جاك اجي خذو عطيني لا كارت صور لا كارت بسلامه بسلامه، لانك انت تبعتي وتشريتي في علي اكسبريس على الخلاص ديالك. دابا شنو كدير؟ لا ميم شوز، كيوصل لارتيكل ديالك الو فلان اجي خد لارتيكل ديالك، ملي كتجي لارتيكل ديالك كتلقاه عاودوه في واحد لونفولوب واحد اخر تشبه لهداك ديال علي اكسبريس، تيعاودو نفس لامبريمي ديال علي اكسبريس كيزيدو عليه فوق واحد لي فخي، كل واحد وعلاش قدروا من الله داكشي غير كنشيرو. جو انت كيكون عندك مثلا واحد لارتيكل شريتيه ب 60 درهم مثلا ولا ب 70 درهم، تيجي كيكتب لك 25 درهم مثلا، 25 درهم غتخلصها. السلام عليكم، زين علاش 50 درهم؟ ديال الضريبة، ديال الضريبة، الضريبة، الضريبة خلصتها، الضريبة خلصناها في الديوان، اوكي، عافاك داك الغوشو ديال الخلاص باش يبقى عندي الله يخليك.
لما نتشعر خلصناها وصافي. دونك دابا غتخلصها الوغ كو كاين الناس اللي كيبغي داك لارتيكل كيتسناه باغي ما بو امبورط حنا با با جوجي هادشي هذا. وكاين اللي عنده داكشي زيدنا تيقول اخويا ردو ردو لعلي اكسبريس. الوغ حتى انايا دارت بيا مع هاد السبيانه فهادي جوج ديال المرات جوج ديال لي زارتيكل جاوني معاهم جوستومون باش نوريكم هاد لا فيديو هادي. ميم سي انايا دوك لي زارتيكل نقدر بصراحه نستغنى عليهم. والارتيكل الثاني منين عاد وصلني وعيطوا ليا وعرفت انايا الفيلم قلت ليهم الله يخليك غير رجعوا معني من هنا انا ما خلصت شي حاجه زايده. بغيت تعطوني داك الارتيكل كما انا شريته من علي اكسبرس اتس اوكي ما بغيتوش معني ما ندير. هذاك لو ليفور تيقول لك انا غير ليفور انا غير خدام ماشي كما عليه ملي هادشي اللي قالوا ليا. وقلت لي سير قول لهم راه ما بغاتوش هاد السيده هادي غير رجعوا الارتيكل. الوغ كو الحاجه اللي قلت لكم توتالاغ نديروها حتى هي دار في علي اكسبرس الا كنتو متفقين وهي في ما يوصلكم دي زارتيكل مع سبيداف ويطلبوا لكم الاسمنه كتبوا لعلي اكسبرس قول لهم راه هاد الشركه ديال لا ليفريزون راه شحال طلبات ليا وشحال طلبات ليا وصوروا الكولي ديالكم صوروا يكون داكشي باين الفلوس اللي كتبات تماك وهذا داكشي اللي درت حتى انايا الاولاني خديته وكتبت للالي اكسبريس قلت لهم راه شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين والثاني ما خديتوش وطلبت ان رومبورسمون من عند الي اكسبريس جوستيفيكاتيف ديالنا ان هاد الشركه هادي راه طلبات ليا فلوس زايده وترومبورسيت. اوزمون في هادشي كاين حل انكم تفاداو هاد السبيده في هادي كاع مره. كيفاش ملي غتبغيو تشريو شي حاجه نتوما او ميم طون غادي يبان لكم ليكرون ديال لابليكاسيون علي اكسبريس ملي تدخلوا هكا وتبغيو تشريو شي حاجه من علي اكسبريس شنو ما كان شنو ما نتوما كتقلبوا. انا اختار مثلا هاد الارتيكل ضروري تمشيو تهبطوا وتشوفوا في هاد البلاصه اللي مكتوب فيها ليفريزون. الا لقيتوا هادشي غادي تصيفط من تشاينا فيا علي اكسبريس ستاندرد شيبينغ عرفوهم راه هما سبيد اب. ما تكومونديوش ما تاخذوش هاد لارتيكل هادي ما تاخذوش هاد لارتيكل من عند هاد لو فوندور وقلبوه عند فوندور اخر ما ربما يكون كيستعمل لوتر مويان شيبينغ. غنختاروا دابا ان اوتر ارتيكل هذا اللي كتهبطوا لتحت كتلقاو لا ليفريزون فيا ساينيا او كاينيا اي دونت نو. المهم هادي اللي كتشوفوها دابا سوبر ايكونومي جلوبال هادي هي اللي كتجي مع لا بوست. دونك هذا هو الحل مع هاد سبيداف. اون فوا تبغيو تشوفوا لارتيكل ضروري تهبطوا تشوفوا لا ليفريزون الا كانت مع هاد لو مود ديال ليفريزون هذا هاد سوبر ايكونومي جلوبال هو اللي تاخذوه غادي يجيكم في لابوست وما غاديش تخلصوا عليه الديوان. الا جاكم مع سبيداف غادي يبدا يدير لكم داكشي ديالهم. دونك بور لانستون لي زارتيكل اللي كيجيو من علي اكسبريس في لابوست ما كتخلصوش عليهم الديوان كيوصلوكم عاديين كيجي الفاكتور كيعطيكم كولي ديالكم وما كيمشي بحالاته ما كديرو تخلصوا حتى شي حاجه اخرى. دونك هذه هي لاسوس كيفاش تقداو من علي اكسبريس وما تخليوش سبيداف يضحكوا عليكم. وسي جامي غلطتوا ولا ما انتبهتوش لهاد القضيه وصلكم كولي مع سبيداف بغيتيو ترجعوه كان احسن رجعوه ليهم قول لهم انا ما ناخذوش طلبوا الغومبورسمون ديالكم من علي اكسبريس وقلبوا على لارتيكل عند شي فوندور اخر اللي كيصيفط مع لا بوست. بغيتي كنتو واقفين على داك لارتيكل وبغيتو تاخدوه على الاقل خدو خلصو داكشي اللي غادي يقولوا لكم يعني ما نقول لكم في هذه القضيه. ولكن الحاجه اللي انا كنصيكم ديروها هي انكم تكتبوا لالي اكسبريس لان ملي غتوصل لالي اكسبريس بزاف ديال الشكايات على هاد الناس هادو ضروري ما غادي يقلبوا على شي حل ضروري ما غادي يديروا شي حل داكوغ. دونك هادشي اللي كاين بارابور لالي اكسبريس. ندوزو دابا نوريكم كلكز ارتيكل اللي مول فكر نخدم انا من علي اكسبريس كي قلت لكم الثمن ديالهم زوين كيصدقوا زوينين كاع لي زارتيكل اللي غادي نوريكم دابا لي ليان ديالهم حتى هما غادي تلقاوهم في لا بار دانفو. انا من الحاجات اللي دوزتهم في علي اكسبريس جوج ديال المرات وصدقوا لي زوينين هي هاد نيل لامب اللي كتنشف سيمي بيرمانون هادي لا مارك سان اكس 7 ماكس. توت لي فاسون لو ليان ديالها غادي تلقاوه في لا بار دانفو. ان توكا راه عندي مده وانا كنستعملها صدقت زوينه كتنشف مزيان ان تري بون رابور كاليتي بري. خاصكم غير تاخذوا الوات طالع باش نشف لكم دغيا ونشف لكم مزيان حيت كاينين شي وحدين اللي كيكونوا رخاصين بزاف ولكن ملي كتجيو تستعملوهم ما كينشفوا لكمش مزيان سيمي بيرمانون. دونك هادي مزيانه كتنشف مزيان وان تري بون رابور كاليتي بري كيقول لكم. ثاني ارتيكل اولا ثاني نوع ديال لي زارتيكل اللي كناخذ من علي اكسبريس هما لي جوي سورتو اللي كيكونوا هكا ايدوكاتيف الازار. خديت له بزاف من هادو
اللي كنتو انتريسي بيهم ودخلتو لليان راه غادي تلقاو بزاف ديال الفورماسيون، بزاف كاين لي زانيمو، كاين لي فروي، كاين لي ليغوم، ممكن بزاف ديال لي طابلو. انا ما جايبش لو جو كامل، بغيت غير نوريكم، مي في لليان غادي يبان لكم احسن. هنايا كيجي مثلا لو شيان كتجي تحطوه في بلاصتو، دونك لونفون كيتعلم بان يحط الحاجه في بلاصتها. هادو كاع كنت خديتهم من الازهر شحال هادي، منين كان ديك الساعه يلاه كيتعلم تبدا يحقق واش هذا هو لو شيان كيحطو هنايا. دابا ولا داكشي عنده بحال الما لدرجه انايا هادو ما لقيتهمش، عايز ما نقلب عليهم ما عرفت فين دارو. المهم ان توكا زوينين. انا كنظن ابارتيغ ديال ان اون هكا الوليدات فريمون يستافدو منهم، كيعلمو بزاف ديال الحاجات. الوليدات كيشوفو لي كولور، كيتعلمو لي زانيمو، كيتعلمو يحطو الحاجة في بلاصتها، دونك زوينين. لو بخي ديالهم كوريكت، ساشون كو هذا راه خشب، حيتاش انايا شفت شي وحدين هنايا ولكن اون بلاستيك وتقريبا نفس الثمن. دونك هادو باغ كونطخ هادو ديال الخشب، دونك مزيان خشب كيما كان الحال كيبقى احسن من البلاستيك. دونك هادو فريمون صدقو زوينين. هاد الجوي هذا ازر كيعجبو يلعب بيه، جو بونس فيتو بوب اب اي ثينك. زوين هذا ديالك، اوكي صافي انا نخليه بلاصتو. دي زارتيكل اللي كنشريهم دائما دائما من الي اكسبريس هو سيمي بيرمانون ديال هاد لا مارك هادي اللي سميتها بورن بريتي. هادي لا كاليتي ديال سيمي بيرمانون ديالهم زوين بزاف، درجة انني واخده بزاف ديال لي كولور، لا باز، التوب كوت. في الي اكسبريس الا غلاوها سيغتان فوندور كتقدر توصل 3-4 اورو لا بيس. هنايا بورن بريتي كتباع بكثر من 100 درهم، دونك عرفتي واحد لا ديفيرونس كبيره بزاف. انا عطيتكم الماكس ديال شحال كتباع في عند سيغتان فوندور، لان كتلقاو ميم ارتيكل كيتباع عند بلوزيغ فوندور في الي اكسبريس. توجور هادشي ديال البوتي اللي كنقدر ناخذ من الي اكسبريس هما لي سيل لي فوسيل. هنايا كيتباعو فريمون دي كاليتي اللي عيانة، وكيدير المينيموم كتلقاهم دايرين 20 درهم. كنهضر انايا على هاد كيسميوهم سيلاسيل، واخا هما ماشي سيلاسيل ولكن هادوك الصغيورين اللي كيتركبو كل وحدين بوحدهم. كناخد هادو من الي اكسبريس، فريمون كيصدقو زوينين. هادو فريمون سيلاسيل كيما كيتقادو في صالون دو بوتي، فريمون رطبين اون ديغي دلا سوا. كاينين شي وحدين كتاخدوهم كتبقاو تحسو بيهم كيدكوكم تيلمون كو لا ماتيغ ديالهم خايبة. هادو فريمون رطبين بزاف، راه كاينين فيهم هادو سيلاسيل وكاين نفس لا كاليتي، غير هما هادوك اللي كيكونوا فيهم شي ثلاثه الوحدات ولا اربعه الوحدات، هادوك كيجيو سهل من هادو. هادو فريمون سيلاسيل زغبه بزغبه، خصو فريمون شي واحد يعاونكم انكم ديروهم، اولا الا كنتو محترفين راه تقدروا ديروهم راسكم. من الحاجات اللي كناخذ في الي اكسبريس بزاف هما لي اكسسوار ديال لي شوفو. شوفو هادي كيفاش جات، كتلبس هكا بحال البوندو وفيه هنايا كليبس باش كيتشد لكم من القدام ما يزلقش. وصافي واللور هادي اللورانية ديالو كتبان بحال شي فولار صغيور ولا داك النايفيات، انا ما بغيتش نخسر شعري باش نوريكم. مي سينو زوينين، كاينين بزاف، كاينين انواع واشكال، فريمون تحيروا في شنو تاخذوا. لي اكسسوار ديال لي شوفو عرفتي داكشي كيحمق، لكن كيعجبكم داكشي فريمون كيحمق ورخيص رخيص بزاف. توجور في لي اكسسوار ديال تشخصتو عرفتو شنو هوايا. هذا يلاه وصلني كي دابا، هذا خلصنا مع لابوس ما خلصت عليه حتى شي حاجه، شنو تخلص على مقبض ديال الشعر ضريبه على مقبض ديال الشعر. هذا المقبض هذا انا حمقني، شفت كايلي جينر ولا اختها المهم وحده فيهم، شفتها دايره في شعرها وعجبني بزاف، قلت هذا بغيتو. عييت ما نحمق عليه هنايا، عييت ما نقلب عليه ما لقيتوش، قلت انت غادي نلقاك في الي اكسبريس. مشيت غير درت هير كليب، طلع ليا مع داكشي اللي طالع مع هما تيطلعوا لك داكشي في الاول لي طوندونس اللي عاد خرجوا هذا، بقيتو طالع هو الاول مع داك لي كليبس الاولين. دوكو شفتو حمقني فيه الالوان والاشكال، كيجي هكا فلافي طيط بزوين. لا كولور خديت هادي شنو نقولوا عليها، كريم، هادي كولور كريم. عاد ان شعري بدا يتجمع ليا، ما بقاش ندير هاد المقبطات ونبقى نجمع هكا هكا. واو عرفتي سورتو دابا رجعوا هاديك الشده ديال هكا بهاد المقبطات هادي، داكشي ديال الالفينات رجعت هنايا. حتى الشعر طويل كي هكا كيتجمع كيتلوى وكتقبطوه بحال هكا بهاد المقبط هذا، فريمون راه طوندونس دابا تشديدات ديال الشعر. اون توكا حمقني بزاف والثمن رخيص بزاف، راكم غتدخلوا غتشوفوا فريمون لي زارتيكل اللي هزيت. هذاك الشيء اللي بان ليا
وحاولت ننوع باش نوريكم شنو كناخد عاده من علي اكسبريس. اغلبيه هكا دي كاجيت دي تروك لي اوتيل، داك العلاقات اللي كيلصقوا في الحيط بلا ما تقبوا الحيط، التخربيقات ديال الماء، عندك شي ديال لا كويزين، داك شي موس في شكل شي معلقه في شكل شي حاجه هكا كتكون اوتيل، داك شي ديال الحمام الحماقة، داكشي عرفتي الا جيت نجمع لكم داكشي اللي عندي كامل من الدار راه ما كنتش غادي نلحق نصور لا فيديو دوكو، غير داكشي اللي بان ليا بقيت كنهزو غير باش نوريكم نعطيكم فكره شنو ممكن تلقاو في علي اكسبريس باثمنه صغيره الا كنتو باقا ما كتزعموش انكم تقداو من هاد لو سيت. هذا باغ اكزامبل، هذا لو ميم ساومته هنا يدير 100 درهم عن ميك اب ستور عادي، جلس عليا دو كاليتي واعر، ما كيتسطاش ما كيديرش. شفت كنقلب عليه في علي اكسبريس، خديته من علي اكسبريس. شوفوا كي داير، شوفوا كي داير، لي كاليتي انكرويابل. شي 4 دولار كنظن، ان توكا هادشي ديال المانيكور هكا باش تقادو طفيرات واعرين، كاينين شي حاجات دو كاليتي فريمون لو بري ديالهم رخيص بزاف بارابور شحال كيتباعو هنايا. خديت هاد الميكرو هذا الوغ على باز انا خديته باش زعما كنستعملوه هكا ملي نكون هكا فاست كام نبرونشيه مع التليفون ونهضري تسمع الصوت احسن، ولكن حتى وصلني عند رديت البال بانه ميكرو هو ديال لا فواتور، هو ماشي كيزيد في الصوت ويخلي صوتك مسموع الا كنتي هكا بعيد على لا سورتي ديال الميكرو اللي عندك مثلا في التليفون، ولكن هو كيصفي الصوت سيتادير غير حداك الصداع كيخرج الصوت ديالك اكثر. ما عرفتش هاد لا تكنيك هادي شنو سميتها، من الناس اللي كيفهموا في هادشي راه غادي تكون عندها شي سميه، ولكن هذا هو لو برينسيپ ديالو، كيصفي الصوت ديالك من البغوي اللي حداك، دونك كيتسمع الصوت ديالك احسن من انك ما كاينش هذا. دونك هادي كديرها في لا سورتي ديال التليفون ديالك، وهادي كتلصقها فشي بلاصه هكا في لا فواتور، باش هكا ملي كتكون في لا فواتور مثلا غتفلوغي ولا غدير شي حاجه ولا كتهضر غادي يخرج الصوت ديالك احسن. انتو كان صراحه ما محتاجش ميكرو في الطوموبيل، ما كاين لا زعما غندير ميكرو في الطوموبيل، ملي شنو كنصور انا في الطوموبيل دوكو. انا اللي تقولت انا اللي ما رديتش البال، ما هو بالنسبه للناس اللي محتاجين كميكرو ديال الطوموبيل هذا انا نخلي لكم لو ليان ديالو. سينو راه كاينين دي ميكرو لي عاديين كيف ما اللي كنقلب انايا، راه كاينين بزاف والثمن ديالهم زوين، راه بيانتو غادي ندوز كوموند ديال شي ميكرو، غير هكا ملي نكون فاس كام ونكون بعيده ندير ميكرو من الاحسن باش يخرج الصوت حسن. هذا ما كان هادشي علاش انا بغيت ميكرو. هذا وريت لكم مرارا وتكرارا، غير هو كاين الناس هنا اللي غيكونوا كيشوفوا في هاد لا فيديو با فورسيمون اللي غادي يكونوا متبعيني ولا ابوني في لاشين ديالي ما غاديش يشوفوني هضرت عليه. ودايوغ الا عجبك هاد لا فيديو وعجبك لو كونتوني ديالي ما تنساش ابونا في لاشين، ميرسي. هذا واحد السيروم اللي كيبروتيجي الشعر من لي غيون يو في، هاد لا مارك بيرك راه عندهم ان ستور اوفيسيال، تقداو ملي تبغيو تقداو تقداوها من ستور اوفيسيال، ان تري 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 بون رابور كاليتي بري، فريمون عندهم با مال ديال لي برودوي خاصة بالشعر، دي سيروم دي كريم دي شامبوان، عندهم بزاف ديال الحاجات زوينين. هذا من الحاجات اللي جربتهم من عندهم وصراحة كان زوين بزاف. هكا كنتو كتقلبوا على دي برودوي الشعر يكونوا زوينين تكون الكاليتي ديالهم زوينه يكون الثمن ديالهم رخيص، شوفوا هادو في علي اكسبريس. اخر حاجه غادي نوريها لكم من لي زارتيكل اللي مولفه كناخذ من علي اكسبريس هو هاد الكروب توب، هذا سباغيتي عرفتي زوين لا كاليتي ديالو زوينه اون ديري دو زارا بيرشكا، هاد لي ماغازان فريمون رطب زوين، لو تيسو ديالو كيتجبد وكيرجع لبلاصتو صبن وعاود فريمون دو بون كاليتي، لو بري انكرويابل، لو بري اي لي انكرويابل. اي اون بلوس هنا من جهه ديال لي سان فيه واحد لا دوبلور باش حتى الا ما لبستوش لي سوتيان من تحت منه كوميم داكشي يكون مغطي شي شويه. هادو فريمون زوينين شريتهم وعاودتهم، فيهم الالوان خديت فيهم بزاف ديال الالوان، فريمون كل صيف كناخد منهم زوينين كيصدقوا زوينين بزاف. دونك هادشي اللي كاين، هادو اكزامبل ديال لي زارتيكل اللي كناخدهم سوفون من علي اكسبريس. حاجات مثلا اللي ما كناخدهمش هو لي برودوي هكا ديال سكين كير، برودوي ميك اب، حوايج ما كنزعمش عليهم، ما عدا لو ستور اوفيسيال ديال دي فاكتو، لو ستور اوفيسيال ديال ترانديول، فريمون لي بري ديالهم تماك رخاصين، خصوصا ترانديول كدير سوفون كدير ليفريزون غراتويت، دي فاكتو دو طون زون طون كدير لا ليفريزون غراتويت، ومني كتكون لا ليفريزون غراتويت فريمون شي حاجه هنايا اللي ساويه مثلا 400 درهم كتلقاوها تماك دايره 170 درهم، واحد الفرق شاسع.
كتبان لكم بانكم تاخذوها من تماك احسن. ان توكا هاد لي دو ستور اللي انا مولفه كناخذ من عندهم دو طون زون طون الحوايج، غادي نخليو لكم في لا بار دانفو هكا الا بغيتيو تقداو من عندهم. توكا كاينين شي حاجات زوينين. دونك يا ما نزيدش نطول عليكم، هذه كانت لا فيديو ديال اليوم. نتمنى انني نكون فدتكم بشي حاجه. الا عندكم انفورماسيون على لي زوتر سيت اللي كنتقداو من عندهم هكا اونلاين، ما نساوش تبارطاجيو معنا عفاكم ليكسبيريونس ديالكم في لي كومونتير، هكا نستافدو حنا كاملين. انا غادي نخليكم ونتلاقاو في اون بروشين فيديو. باي.